شوفوا ما شاء الله التمر تاع الجزائر، التمر تاع الجزائر شحال دار. شوفوا كاين هذا النوع هذا، يا كاين هذا النوع هذا، ستة أورو تسعة وتسعين. كاين هذا الموديل هذا كيف هذا 6 أورو 79. أنا ندي منهم في زوج وندوقو منهم. 6 أورو 79 مكتوبة ألجيريا ما شاء الله. شوفوا شحال كاين، شوفوا ستوك. اليوم رانا رايحين، وين رانا رايحين؟ عند التركي اللي يبيع اللحم. دوك تشوفوا خوتي بعينيكم، عملوا ديزل دوتش هيكم من المانيا، ندير لكم جوله عند الاتراك اللي صوموا والمسلمين ما شاء الله. تبعونا خوتي في هذا الفيديو ونشوفوا اللحم هذا حلال حرام. المهم ابقوا معنا. ندخلوا هنا، يا على بالكم بلي الاتراك عندهم الخضره والفاكهه تشبه لنا شويه، تشبه لتاع الجزائر والله العظيم. الفول سلعه رخيصه عندهم الاتراك. القصبر ولا الشيفلور ولا الحشاوش، المعدنوس، السلق، كل انواع الطوماطيش من كل انواع. شوف هذا الحانوت تاع التركي، الطرشي داير حالة. توحشنا المصفوف يا دلالي. المهم سلعة رخيصة بزاف. وزيد تهنيك البصلة، البصل، البصل كاين الصغير هذا، يا البصل اللي ترى ما داير حالة. تحبون نبعثو لكم كونتيتي رخيص 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 بزاف. البصل اللي يدير 2 أورو 29، ها وليك 2 أورو 29. كاين اللي يدير 1 أورو 99، كاين اللي يدير 1 أورو 49، رخيص. المهم سلعة رخيصة كاع 1 أورو 2 أورو. ناكو تشوفو. المهم حنا الموضوع تاعنا هو، والأغلبية تلقاوهم هنا كاع مسلمين يجو يقضو هنايا، حتى الألمان يجو مي حاجة قليلة. وهنايا هادي كاع راح يشغل الفريكو، هادي يبيع اللحوم اللي كيما نقولوا الباردة، هاديك اللي حطوها في الفريجيدار، الفرماج والحاجة اللي لازم تكون باردة، كيما الكاشير، الباتي، واللحوم هادي كاع حلال، ها كاع مكتوبة هنايا حلال حلال حلال، ها كاع 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 كاع. المشكل دوك نشوفو اسكو حلال تاع الصح ولا ماشي تاع الصح. اللحم هنايا ما كاش مشكل، اللحم هنايا داير حالة. المهم راكو تشوفو لي بيبيان خوتي، تلقاو 5 أورو 6 أورو 8 أورو الكيلو اللحم من النوع الرفيع. المهم برك معلومة، الناس بزاف يقول لك اللي عايشين في الجزائر ولا يقول لك 8 أورو غالي، 6 أورو غالي. غالي كي تكون انت عايش في الجزائر، ماشي كي تكون عايش في المانيا غالي. حنا ما عندناش مشكل هنا تاع اللحوم ولا اي حاجه تحب تشريها، ما كاش مشكل، يعني تقدر تشري الوقت اللي حبيت. فهمتوا خوتي؟ باسكو علاش كيما نقولوا ما تقدرش انت تخدم في الجزائر وتروح لالمانيا تقضي، ما كاش منها. لازم تخدم في المانيا وتقضي في المانيا، واللي تخدمها في الجزائر لازم تقضيها في الجزائر.
كاين بزاف الناس يكومباريو واحد اورو اللي هي 20000 ولا 22000، باش تكومباري هكذاك على بالك بلي انت واحد اورو وراك تخلص 3000 اورو ولا 2500 اورو هكذا، ما تقدرش تكومباري، لازم تكون عايش في الالمان وتخلص في الالمان تدي تخلص بالاورو باش تقضي، ما عندكش مشكل في القضيه، يعني ماشي انت في الجزائر وتقول عندك مانيش عارف شحال تخلص ومن بعد تقول غالي ان اورو دو اورو 3 اورو، فهمتوا خاوتي؟ المهم اكو تشوفوا الفوقه واسمو بلي حلال وذبح اسلامي راهو مكتوب في الورقه هذه، راهي اكو تشوفوا هنا الفوقه ذبح اسلامي تاع الصح هكذا هما قالوا. ده على كل حال ومحطوطه هكذا، يا بزاف الناس تقول بلي يا راكو تاكلوا في الجيفه، لا ما راناش ناكلوا في الجيفه، احنا كيما نقولوا ذبح اسلامي راهو مكتوب، وكيما نقولوا ما احنا كي ماشي حلال وحاطين بلي هو حلال وذبح اسلامي، وهما زعما يقولوا يكذبوا هذا الذنوب ماشي حنايا، احنا ما ندوش الذنوب هذا، هما اللي يدوا الذنوب، هما اللي يدوا السيئات، احنا ما ندوش السيئات، خاطش علاش؟ احنا رانا نحوسوا على الحلال ونيتنا صافيه هكذا. المهم مكتوب حلال. والسلام عليكم خوتي عبد الجزيز دو جهيكم من المانيا، تهلاو في راتيكم بزاف بزاف، نتلاقوا في فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم وربي يوفقكم ان شاء الله. We'll be right back.